كبير منها بنلم وقت الـ requirement gathering. لكن بتبقى فيه حاجات لسه missed, ولازم ان احنا يعني في مراحل مختلفة ناخد الانبوت. مفيش حاجة اسمها complete requirement gathering. العملية بتبقى progressive وبتتغير في المراحل المختلفة للشغل بتاعك. طيب يعني الملامح الأساسية للـ user-centered approach, أو يمكن أنا هحط الفيجر أحسن. أول حاجة بتبتدي من اللي هي السهم اللي داخل لفوق, أنت بتستابلش needs و requirements, وبعد كده تعمل تروح اللي هي السهم ده تعمل design أو redesign, لأن هي iterative. تعمل design, بتعمل prototype, بتعمل evaluation أو test للـ prototype ده مع users. بترجع في النص كتير, بترجع من الايفالويشن انت تغير حاجه في الديزاين, ترجع تعمل تاني بروتوتايب, ترجع تاني للريكويرمنتس بتاعتك, وفي الاخر بتطلع البرودكت بتاعتك. فالبروسيس دي معقده لان هي فيها ايتريشنز كتير, وده اللي بيخليها الكوست بتاعها او تكلفتها عاليه بالنسبه لاي شركه. مش كل الشركات ويلنج انها تدخل في السايكلز دي, ان هي معناها وقت ومعناها وقت وفلوس, يعني مان باور وفلوس. ولكن لو انت عايز تعمل جود ديزاين, ده المفروض ان هو يحصل, لان انت في بتدخل اليوزرز في اولا معاك في الريكويرمنت, في استابلشنج نيد ريكويرمنتس معاك, هما في الديزاين معاك, وانت بتعمل تيست للبروتوتايب. ف يو كان بريدكت ان انت لما هتطلع لهم الحاجه في الاخر, اولا هيبقى عندهم سنس اوف اونر شيب, احنا شاركنا في القصه ديت. تاني حاجه ان هما يتبنوها ويبتدوا يشتغلوا بيها اسهل كتير من انت تجيب لهم حاجه الين عليهم وتبتدي تقول لهم استخدم ده. طيب practical issues او critical يعني thinking questions, who are the users, مين المستخدمين اللي هو هيستخدموا التكنولوجي بتاعتي, ايه needs بتاعتهم, يعني ايه ان انا اعرف كلمه needs دي معنى ايه, و how to generate design alternatives, ازاي اوصل من مرحله انا عملت design اغير حاجه فيه اعمل redesign تاني عليه. الكلام ده بيحصل امتى وازاي, ولو انا عندي مجموعه كبيره من design alternatives ازاي باخد قرار او بختار فيها, بختار منها. فخلينا في السؤال الاولاني, مين اليوزرز بتوعك, مين الناس اللي هتستخدم التكنولوجي. في الحقيقه انت ممكن تتخيل ان هو الشخص بس اللي هو هيبقى مثلا زي انت بتعمل موبايل اب, فبتقول الشخص اللي هو هيستخدم الموبايل اب هو الشخص الوحيد اللي هو اليوزر بتاعي ولازم اخد منه ريكويرمنت. الكلام ده حرفيا صحيح, عمليا محدش يعني الشخص اللي بيتعامل مع التكنولوجيا بتاعتك ده برضه هو له دايره كبيره اوسع هو بيتحرك فيها وبينتراكت فيها. فاحتمال كبير ان التكنولوجيا بتاعتك بس مش هتاثر على الشخص, بس هتاثر على ايه الدايره اللي اوسع منه. ولذلك احنا عندنا كاتيجوريز او درجات من الايه اليوزرز. هنديك مثلا مثال بنسميهم الستيك هولدرز. لو انت في سوبر ماركت والمفروض ان انت مطلب منك البروجكت بتاعك ان انت تطور سوفت وير ان هو يسهل عمليه الايه التشيك اوت, مين اليوزرز بتوعك؟ عامه الشعب. اللي هيجوا المحل مين تاني؟ مين الايميديت يوزر بتاعك في التشيك اوت بوينت؟ مين الايميديت يوزر؟ الموظف اللي قاعد اللي هو بيعمل لك تشيك اوت. التشيك اوت دي هي المكنه اللي انت بياخد فيها الارقام بتاعت البرودكتس ويطلع لك الريسيت ويقول لك تدفع كام. فلو انت ده سوفت وير, فالسوفت وير ده لو انت بتطوره اول واحد بيحتك بيه هو مين؟ هو الشخص اللي قاعد بيعمل سكان. طيب مين تاني السوفت وير ده له تاثير عليهم؟ صاحب الماركت. لان اي تغيير لو السوفت وير ده بيوفر وقت او معناها ان انت بتقدر تخدم عدد اكبر من الناس, المانجرز والاونرز هيبنفت من الكلام ده, فله تاثير عليهم. طيب الكاستمرز, الناس اللي انت بتحاسبهم, ما هو برضه السوفت وير بتاعك لو كويس او وحش, يعني هو ممكن يبقى اليوزابيلتي بتاعته فانتاستيك بس مثلا بطيء بالنسبه لك انت كحد مثلا بيعمل تشيك اوت, مفيش عندك مشكله انت قاعد, لكن في ناس كتيره بتكيو في اللاين فهيبقى مثلا بالنسبه لهم مشكله. ففي اعتبارات كتيره
لازم اخدها وانا بعمل سوفت وير. مين اللي بيستخدمه؟ مين الناس اللي هتاثر بيه؟ لو انت اصلا جاي العمال هايرنج عشان تعمل السوفت وير دول هم المانجرز والاونرز بتوع السوبر ماركت، ممكن يبقوا مثلا يعني فيري تشيب وطالبين منك حاجات معينه، او تعمل فتره تشتغل بس فتره معينه، ممكن تاثر على اليوزابيلتي او يوزر اكسبيرينس بتاعت الناس كلها. فانت لازم تاخد قرار، انت هتخلي مين مبسوط في القصه دي، او هل ان اليوزرز بتوعك مبسوطين؟ لازم تعمل بالانس ما بين ان اليوزرز بتوعك مبسوطين والناس اللي بتدفع لك فلوس مثلا مبسوطين برضه. وذاتس ا فيري براكتيكال، لان هو ما حدش يعني انت از ديزاينر، ايوه طبعا انا محتاج اليوزرز بتوعي يبقوا يعني اليوزر اكسبيرينس از نمبر 1 جول بالنسبه لي، لكن هما بالنسبه لهم الفلوس هو البوتوم لاين، هو نمبر 1 جول يعني. ف thinking of the examples اللي انا اديتها في الاول على البوابات مثلا اللي هي الجوفرمنتال، هي بتأدي الغرض بس ما حدش فكر الناس اللي بتستخدمها اصلا بتستخدمها ازاي. بس ستيل يعني انت جبت كومباني واديتهم فلوس وهم عملوها وانتوا كلكم مبسوطين ما عدا الناس اللي بتستخدم القصه دي. طيب ايه النيدز بتاعتها او مين بيحدد النيدز بتاعت اليوزرز؟ النقطة اللي احنا بنقولها اليوزرز عارفين جدا حياتهم، كل واحد فاهم قوي حياته، بس هم ما يعرفوش البوسيبيليتيز اللي انت تقدر تقدمها لهم من ناحية التكنولوجيا. ولذلك عملية اللي هي ان انت اليوزر نيدز دي محتاجة عن انتربريتيشن، محتاجة انت تترجم اللي انت بتفهمه عن حياة الناس لإمكانيات تقدر تحطها لهم في الابلكيشنز بتاعتهم. فدي بتيجي قيمة عملية اللي هي اليوزر ريسيرش، او انت تفهم مين اللي هيستخدم التكنولوجيا بتاعتك وبيستخدموها ازاي، وايه الفيزيكال انفايرمنت اللي هيستخدموها فيه، وايه التاسكس اللي هما بيقدوها. كل ده مهم ان انت تفهمه عشان انت تحاول تترجم الكلام ده ان ترمز اوف يعني بوسيبيليتيز تقدر تقدمها لهم. خلاص فهمت عن حياه الناس شويه وبدات ان انت تطلع افكار. اول افكار دايما الناس بتطلعها، حتى الطلبه مثلا في البريفيس سكولز، بتبقى مور اور ليس حاجه شبه هم حاجه عملوها قبل كده اهوت. ودي فينومينا عالميه، اي ديزاينر بيحب ان هو يعني لو حاجه نفعت واشتغلت بيحبوا ان هو يكرروا التجربه تاني، بغض النظر هي تنفع اليوزرز دول ولا لا، او اليوزرز دول مختلفين عن اليوزرز اللي خدتهم قبل كده، بس يعني كلنا بنحب ان البلاي سيف ات سام بوينت. فلما ده بيحصل بيجي ندخل في الاكسرسايز، عدينا وقت كبير جدا ان احنا نفهم اللي هي اليوزرز او البارتيسيبنتس بتوعنا، وبعدين خلاص يا جماعه هتعملوا الديزاين ايه؟ طب هنعمل ده اللي هو بالظبط شبه حاجه احنا عملناها قبل كده اهوت. فمهم ان انت يعني تخرج شويه يعني بره الكومفورت زون بتاعك وتجنريت ايدياز، مفيش ضرر ان انت تجنريت ايدياز، والطريقه الوحيده ان انت تجنريت جود ايدياز ان انت تجنريت يعني ايدياز كتيره وبعدين تبتدي تفلتر ذيم. ومش معنى ان انت هتجنريت ايدياز كتير ان هو هيبقوا امبوسيبل تو امبلمنت، هي بس الموضوع ان انت محتاج انت تزوق شويه نفسك بره اللي هي الديزاين كومفورت زون بتاعك، وان الحاجه اللي اشتغلت قبل كده هي ان شاء الله هتشتغل، بس مش شرط انها تبقى مناسبه لنفس الناس دي. بتنقي ازاي؟ لو انت عندك اختيارات كتيره في الديزاين، او وقت طب انا اعمل دي او اعمل دي، وهتدخلوا في الارجمنتس دي كتيره لوقت ما تيجي تحطوا مثلا الديزاين بتاع الاب. في اسباب حاجات ممكن تعملها زي مثلا تكنيكال فيزيبيليتي، انا اخترت الفيتشر دي اوفر الفيتشر دي لان هي انا اقدر اعملها امبلمنتيشن والحاجه الثانيه انا ما اقدرش اعملها امبلمنتيشن او هتاخد مني مثلا وقت كبير. في حاجه ثانيه ان هي مثلا طب نمشي نرجع لليوزابيليتي جايد لاينز بتاعتنا، او نرجع لليوزرز نفسهم وان احنا نسالهم ان هم يتست معانا وناخد النولج بتاعتهم في ده كويس او مش كويس، وبالتالي اقدر اقرر ما بين الالترناتيفز، لان دي ممكن تبقى يعني ارجمنتس تمتد الى ما لا نهايه وكلها فاليد ارجمنتس، كل واحد من حقه ان هو يدافع عن وجهه نظره في الديزاين، بس لازم هتلاقي يعني كات بوينت ان احنا نقول يعني وي نيد تو ميك ا تشويس ناو. والتشويس ده عاده بيجي يعني فور براجماتيك ريزن كوايت سيميلر للبروسيس اللي شرحها هشام الصبح، ان هو هبتدي اقيم ده بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف، او ده مثلا بيماتش ساعتها لازم تعمل سترونج ارجمنت، لا من اليوزر ريكوايرمنتس احنا كنا كاتبين 1 2 3 انا شايف ان ده بيفيت في الريكوايرمنت دي، او شايف ان هو مش بينفع الريكوايرمنت دي بسبب الكلام اللي هو اتقال منهم قبل كده اهو. فالبروسيس بتاعت النيجوشيشن دي هي اللي بتأدي ان انت تبتدي تعمل اختيار وتبتدي تعمله تيستنج مع اليوزرز. نعرف اكتر عن التيستنج في البروتوتايبنج ليكتشر، بس as for now يعني his يعني very يعني يعني it's not مش هقول شالو، بس هو البيزكس throughout الكتاب.
if you have more time طبعا ممكن تبص اكتر. لكن الفكره ان احنا متفقين ان احنا مش هنحط محاضرات كتير, بس انت هتبراكتس كل جزء من اللي انا قلته النهارده ان شاء الله في الاكسبيرينس العمليه. questions اليوزرز بتوعك في الاوبريتنج سيستم تينكون ده يعني يعني اول حاجه عاده هي الناس اللي هتكتب برامج على على الاوبريتنج سيستم بتاعك. لا انا قصدي يوزرز زي ما انا بستخدم ويندوز مثلا او حامل براوزر جديد وعايز الناس تستخدمه, فانا ازاي هختار ناس معينه وهو الناس كلها تستخدمه؟ هي مش شرط تبقى ناس معينه, انت هتجيب سامبل من الناس اللي هو الهايلي لايكلي ان هم يستخدموا, مثلا كلهم ناس بليفل معين من التعليم باعمار مثلا مختلفه, عندك شرايح مختلفه من اليوزر جروبس وتبتدي تست معاها او انت تقعد معاهم وتشوف الافريج ريكويرمنتس في الحل ازاي. تمام, هو بيقولوا ان احنا جاهزين للتريب, فممكن ناخد كابل اوف كويستشنز وبعدين